شو تقدر؟ شو حاول هالقل حلو قل لعبوا بيه نديرو فيوك حتى لا لا إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، سعد الله صباحكم بكل خير مباشرة من زاوية الشيخ بإقليم بني ملال. كيف كتشوفوا احنا بقلب منزل هاد السيدة هاد اللي كتقول انها تعرضت للحريق فاش كانت صغيرة، شي تسبب لها في تشوهات على مستوى الوجه واليد، وخاصها يعني مصاريف ديال العلاج. بغات توجه واحد النداء انساني لخوتها المغاربة، غادي نخليكم تسمعوا النداء ديالها. سيرجي كنت طرقتي دار ربي هذا تعاونو موالو غور خاولي ميق اسمينو فاطمة اللي خي زاوية الشيخ اقني بني ملال انوالو غور يدي اسيد دريامان وتما والو غور صافو سيما هي المعاق انوالو ردان تقاو دي ميق ردان خدمو دي ميق نعيش خاز داو الميكا انترسيرجي سيدي ربي هذا تعاونو انوالو غور خي الحالة خاص مدري هذا خي الساغن دوالا خاص عوان وتاو دغرناك تزدق زدق بكا جيون زاوية الشيخ يقنين بني ملال كيفاش وقع لهاد السيدة هادي؟ أي لا وثمان ما جرانا اللي وقع مشى تخي تربات تردرك العافيت تردرك وحفر العافيت هاك تردر يغوسا شوفوسا نوردات خدمة وليميق أنا غيفش نخدم خاو دو أولن كان لي مرتخان كلشي نقي ماخس من الدراري غيف نخي يتنوبل إوا ترزيدو يا سيدي ربي هذا خت تعاون معاك كنيت أنا من الحالة نخني لا انوار وغور خاولي مقسم دنيا داسي الساغن دواي ما يمان وعاقي دنيا تدخل سيع كوزن يوان ترزيدو ينسي دا ربا دا اختعاون مها كنيت اني من حالا نخماني ينلا انو تمات اني متسيو اتين غوص خير عافيت اتين وار غوري ما يخدم والغوري انو فوز ان اللي خقوش جيون اقريم زاوية الشيخ قريم هني من لار ورو غولي ما يخدم ورو غولي ما سي خاوتي ميق والغولي يفوس يغوس يودم وانا كذي مان قايد المعاق ورو ما يدغيف نخيو الزران والتماس مرض والغول خاوتي ميق هالحاجة نختنا يمت نتلاونا المحسنين هذا تعاونا وارو غور خاسيد وارو يامان لا خاز داو الميكا شنو النجرة اللي كتغوس اللي خاز داو لا خاز داو الميكا اجن لا دونايتو خامينو فغن غلف الرافيني درد الخير عافيت عافيت سرخاتيني خايا يمام مانيس ميدا سجرا يما يردر يردر يوقع شي السنسور انت داو خاص الدواز دايت تدي عكوزن تستعمل ما بغيتش الدواء اي لا خاص دواء زيت الدواء خاص الدواء الدوري سوي الدواء يقيم يا توي غرا شاجور زيتي غادي كل خسرت نتهزه
الى ما يدس نسغ ندوم يدغس هاس.